نعم عدي، تضارب الخطوط السياسية بين جميع الكتل في العاصمة بغداد وفي جميع المحافظات العراقية أدى إلى خلق حالة من القلق ومن التوتر بين الخصوم السياسيين، خاصة الخصوم الكلاسيكيين التقليديين في العملية السياسية. هم لا يريدون أن تكون هنالك أوجه سياسية جديدة ربما قد تكون مناوئة لعملهم السياسي، أو ربما قد تكون أو تخفي أو يعني تطمس شخصيتهم وهويتهم السياسية، فبالتالي هنالك مخاوف على أن تتصدر هذه الوجوه العملية السياسية. فأظهرت الدعوة على أن تكون هنالك انتخابات مبكرة، والمخاوف على أن تكون على أن يستمر أو أن تستمر هذه الحكومة بمنهج واحد يراه أو يراه بعض المواطنين أنه منهج معتدل ربما قد يقوم الدولة وإدارتها. وهنالك مخاوف أيضا من قبل الخصوم السياسيين على استمرار هذه النهج ربما قد يطمس هوية السياسية الكلاسيكية، وخاصة الزعماء المطالبين بانتخابات مبكرة. فبالتالي لغة الخصام بين داخل الإطار التنسيقي تصاعدت الوتيرة حتى وصلت إلى ذروتها، وأصبحت علنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بل حتى على القنوات وعلى شاشات التلفزة. فبالتالي هنالك مطالب جدية من بعض الخصوم السياسيين المناوئين لهذه الحكومة، تريد أن تذهب بانتخابات مبكرة، تراها الحل الأمثل والأسلم لهذه الحكومة ربما للكثير من الضغوطات التي تعرضت التي تعرضت لها. هنالك أيضا في الطرف الآخر يرى أنه من الأفضل استمرار على هذه الحكومة لحين الانتخابات. طيب، يعني هنا أنت تتحدث سياسيا أم شعبيا؟ نعم. بالتحديد يعني سياسيا، ربما أنا فهمت أنك استعرضت المشهد السياسي حول هذه الدعوة، لكن تقصد شعبيا أيضا؟ لم أسمع السؤال جيدا. هنا أنت أشرت إلى أو استعرضت ربما ردود الأفعال السياسية، لكن أقصد شعبيا بغداديا حول هذه الدعوة، إذا ما فعلا ذهبنا إلى انتخابات مبكرة أو لا؟ نعم عدي، شعبيا ربما الشارع العراقي متردد من وجود انتخابات مبكرة. هو عانى ما عانى من الانتخابات السابقة طيلة عقدين من الزمن، ولم تثمر العملية السياسية بشيء إيجابي على العملية أو على الواقع الاجتماعي والاقتصادي وحتى الخدمي في العاصمة بغداد. فهو متردي ويعاني من الكثير من النواقص. هذه الحكومة ربما قد يعني حسنت نوعا ما يعني الواقع الخدمي، الواقع الاجتماعي الذي يحتاجه المواطن حسب طبعا آراء المواطنين في العاصمة بغداد، وحسب آراء يعني التي يعلقون بها على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ما يتحدثون به. ولكن بالمجمل العام لو حدثت الانتخابات حسب رأي المهتمين والمختصين في الشأن العراقي، ربما لم تلقى صدى أكبر وأكثر بسبب العزوف الكبير شعبيا بصورة عامة. الشارع العراقي وبالتحديد البغدادي ربما قد ينأى بنفسه بوجود انتخابات مبكرة بسبب الوعود التي يتم قطعها قبل الانتخابات ولم تنفذ. طيب، من بغداد إلى النجف وتحديدا إليك محمد، يعني ما هو أو هل من معلومات من الحنانة حول مثلا هذه الدعوة، خاصة بأنها تعتبر وكأنها مشتركات إذا ما تحدثنا مثلا عن الدعوة الصادرة من المالكي باتجاه من كان يرغب بهذه الدعوة وهو سماحة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الوطني الشيعي، وكأنه هنالك قاعدة مشتركة والذهاب إلى تصفير الخصومة والأزمات. هل من معلومات من الحنانة محمد؟ يعني زميلي دعني أوضح شيء، يعني بداية حديثي هو إلى الآن لم يصدر من الحنانة شيء حول المشاركة بالانتخابات المقبلة من عدمها، لكن المراقبون يرجحون بأن سوف تكون هنالك مشاركة بالانتخابات المقبلة للبرلمان العراقي، مشاركة مدوية وقوية. أنا أقصد بهذه الدعوة محمد أن تأتي مثلا من قبل السيد المالكي باتجاه رغبة كان يطالب أو يطالب بها التيار الصدري قبل أن يتحول إلى التيار الوطني الشيعي. بالتأكيد زميلي، وهذا الكلام الذي أريد أن أعرج على عليه. يرى الكثير هنا في النجف بأن الدعوة للانتخابات المبكرة هي الخيار الأمثل، على اعتبار أن العملية السياسية فقدت
ركنا اساسيا بها، وهو خروج التيار الصدري من هذه العمليه وتقديم استقاله 73 نائبا من الكتله الصدريه وترك مقاعدهم في البرلمان، على اعتبار ان هذا التيار يمتلك قاعده جماهيريه كبيره، وبالتالي من حقه ان يكون لهذه القاعده ممثلين داخل قبه البرلمان. لكن السيد الصدر عزف ان يكون له يد بهذه الحكومة الحالية، على اعتبار أنها كانت لها الكثير من السلبيات التي أشار إلى وجود فساد ومحاصصة وما إلى ذلك من النقاط التي أشار إليها السيد الصدر في حينها. لكن المعطيات التي يراها المراقبون اليوم على أرض الساحة، خصوصا بعد عودة التيار الصدري إلى المشهد وإطلاق التسمية التيار الوطني الشيعي على الكتلة الصدرية، ولجميع من يريد أن ينضوي داخل هذا التيار الوطني وإطلاق لجان الصدرية لمزاولة العمل الميداني الشعبي، هذه كلها معطيات يراها مراقبون أنها ستكون لهم مشاركة بالعملية السياسية المقبلة، وبالتأكيد لابد أن تكون انتخابات مبكرة من أجل يعني ضم التيار الصدري لهذه الانتخابات. طيب محمد، هل من معلومات أخرى أيضا إذا ما نتحدث مثلا عن الحنانة وعن سماحة السيد مقتدى الصدر برغبة المالكي بالصلح مع السيد الصدر بتصفير هذه الأزمات، إعادة ربما هذه العلاقات على وفق القاعدة المشتركة، أو ربما الإيمان بمرجعية السيد الصدر؟ يعني السيد الصدر والحنانة ما زالت تغلق أبوابها أمام جميع السياسيين، ولم تستقبل إلى الآن أي جهة سياسية من أجل الخوض بتفاصيل سواء الانتخابات أو مسألة الصلح أو الدخول بقائمة واحدة أو حتى اتفاق على عملية سياسية مقبلة. لكن لربما سوف يكون في قادم الأيام شيء معين من خلال لجان تفاوضية أو غير هذه الأمور، سيكون الوقت كفيل بتفسير هذه الأمور، وسيكون لكل حادث من حديث في حينها. طيب إلى كربلاء وإليك علي، يعني هذه الدعوة هل من أصداء لها في كربلاء إذا ما نتحدث سياسيا وشعبيا أيضا؟ نعم، تحية طيبة لك عدي. ولك حقيقة يعني هذه الدعوة كانت لها أصداء يعني شعبية وأخرى سياسية، فبالتالي يعني نرى هنالك الكثير من الكربلائيين ربما يؤيدون هذه الدعوة لإجراء الانتخابات المبكرة، كون يعني حكومة محمد الشاع السوداني لم تقدم ما كان يطمح له الشارع الكربلائي، خاصة وأن هذه الحكومة قد جاءت تحت شعار الخدمات والتغيير ويعني كل ما كان يحتاج له المواطن، ولكن أثبتت هذه الحكومة فشلها خاصة بعد خروج التيار الصدري من المعادلة الانتخابية وانسحابه بعد أن كان يتصدر يعني أعداد كبيرة من مقاعد البرلمان، وأيضا امتنع من المعارضة وقرر الانسحاب. لذلك يعني كان من المؤمل وكان الكربلائيون يعولون كثيرا على حكومة الشيع السوداني بأن تكون هي فعلا حكومة خدمات، خاصة وأن هذه الحكومة هي تمثل يعني ربما الطائفة الشيعية الأكبر وهو الإطار التنسيقي بكل قادته وأركانه وتحالفاته وحتى أحزابه، لكن التوقعات حقيقة جاءت عكس ذلك، فبالتالي يعني هنالك تأييد كبير شعبي واسع لهذه الخطوة. طيب. أما سياسيا نتحدث يعني بما يراه المحللون والمختصون بأن هذه الخطوة ربما قد تعارض الكثير من الشخصيات والأحزاب والكتل السياسية، خاصة وأن هذه الحكومة كما ذكرت لك هي تمثل قوى الإطار التنسيقي وهو الثقل الأكبر في العراق، فبالتالي ربما قد تواجه يعني معرقلات كبيرة كما واجهته حكومة السيد الكاظمي التي هي كانت أيضا التي شهدت انتخابات مبكرة، بالتالي ربما هذه الانتخابات قد تخدم الجانب الصدري أو التيار الصدري، فهنالك تحشيد كبير، هنالك يعني عمل على إنشاء قواعد جماهيرية أو تفعيل القواعد الجماهيرية، كون الجميع يعلم أن جماهير التيار الصدري نعم كما يعلم ان جميع يعني جمهور التيار الصدري هو من الجمهور الثابت، فبالتالي يعني بحسب مصادر لواني نيوز خاصه قد حصلت عليها ان هنالك يعني تحركات لدى التيار الصدري سواء في محافظه
كربلاء وحتى في المحافظات الوسطى والجنوبية، حيث يكون أو يكمن ثقل التيار الصدري بتحريك وتهيج القواعد وتنشيط القواعد الجماهيرية استعدادا لدخول الانتخابات المبكرة، وإن كانت هنالك خلافات ما بين السيد المالكي وأيضا يعني الحنانة والتيار الصدري، ولكن ربما قد تكون المقطعة الواحدة أو يعني الذهاب نحو الانتخابات المبكرة قد يعني تذوب ربما قليلا هذه الخلافات يعني من أجل المصلحة لا أكثر. طيب علي، كون هنالك الخلاف واسع ما بين التيار الصدري والسيد المالكي. قبل أن أستفهم يعني ربما أو أطرح التساؤل الثاني، الأمور تمام؟ هل أنت في مأمن؟ يعني لا مخاطر عليك، لأن ربما أو هذه أولوية بالنسبة لنا، يعني سلامة شبكة مراسلينا هي أولوية بالنسبة لي ولنيوز. إذا كانت الأمور تمام سأطرح التساؤل الثاني عليك علي. الأمور جيدة. جيد، طيب أتمنى لكم السلامة جميعا. بمعنى أنت قلت إلى أنه هنالك تأييدا شعبيا من الشارع الكربلائي، بمعنى التأييد الشعبي لدعوة السيد المالكي أم بالمطلق بالذهاب إلى الانتخابات؟ يعني عدي حقيقة التأييد الشعبي الكبير هو كون هذه الحكومة حكومة السوداني لم تقدم ما كان يطمح له الشارع الكربلائي وأيضا الشارع العراقي بصورة عامة، فالتأييد الشعبي جاء على يعني ضوء هذه النقطة فقط. أتحدث يعني هذه النقطة فقط، أن هذه الحكومة قد جاءت تحت شعار حكومة الخدمات وتغيير الواقع وإنقاذ العراق، ربما بالفترة السابقة التي شهد يعني ربما تعثر سياسي أو حتى اقتصادي. طيب، ولكن ما شاهدناه هو يعني ركود اقتصادي، ترهل الوضع الاقتصادي السياسي الأبني، حتى لم تقدم هذه الحكومة ما كان يأمل له الكربلاء، وخاصة بعد أن توعدت وقالت ونتحدث يعني عن الوقت الحالي بأن صيف العراق سوف يكون مختلفا من ناحية ملف الكهرباء، وهو الملف الأهم لدى الكربلائيين ولدى العراقيين بصورة عامة، وما نشهده الآن هو عكس ذلك، فهنالك تدهور يعني كبير في واقع القطاع يعني الصناعي والزراعي وأيضا قطاع الكهرباء، فهنالك انقطاع كبير للتيار الكهرباء في كل المحافظات العراقية ليس فقط في كربلاء.